اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات 050-516-3525. اليوم جبت لكم سياره لون حصري ورائع جدا على التريل بوس موديل 2022 الجير الارضي ل 10 غيار 355 حصان V8 دايناميك فيول مانجمنت، يعني بتشتغل من سلندرين اثنين بس، بقيه السلندرات حره ودايناميك، تفتح وتقفل حسب الار بي ام، يعني استهلاك بترول اقل، جير 10 غيار، بتريح الماكينه على الاخر. ويلا بينا نشوفها من الداخل. اللون الرملي طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله مميز جدا، متناسق جدا مع الالوان، الرنجات سود، التواير الحجريه، الشبك باللون الاسود، الشعار باللون الاسود، الاضاءه ال اي دي كامل، كشافات ضبابيه ال اي دي كمان، والهوكات لونها احمر. السياره طبعا التريل بوس زي ما احنا عارفين هي مرفوعه 2 انش من المصنع، في عندنا غطاء المحرك كمان باللون الاسود متناسق مع لون السياره. في عندك هنا الزي 71 اللي هو السسبنشن، نظام التعليق. السياره فيها كاميرات 360، تنبيه التصادم الامامي، نقاط عمياء على المرايات، ودخول ذكي على الابواب. 5.3 V8 10 غيار 355 حصان، دول اكزوست، الباب الخلفي قطعتين بشعار شيفروليه الاسود. تمام، هنا نفتح، احنا عارفين خلاص الحركة دي، نطلع عليها بتشيل 170 كيلو. ده شكل اللون الداخلية. الأرضية رابر عشان تدخل بيها الأماكن الوعرة، الرمل، ويسهل تنظيفها. وطبعا ده رفع السيت الخلفي عشان يديلك مساحة كبيرة جدا ما شاء الله. طبعا تخشيب على الابواب، سماعات البوز 4x4 كامل، والعداد الديجيتال، الشاشه الكبيره، والجير الارضي، شاحن لاسلكي للتليفون، والاون ستار، سيت متحرك. وده شكل اللون اللي احنا كنا منتظرينه، والحمد لله وصل ومتوفر حاليا. كل ما عليك فعله تتصل على مهند 050-516-3525 من بن حموده للسيارات، احجز سيارتك اليوم وممكن تستقبلها او تستلمها قبل نهايه السنه، ونقضي بيها اول يوم في السنه ان شاء الله. اهلا بكم.